السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع spacespeaker.ai الذكاء الصناعي بيخليك تقسم الأرض بتاعتك بأشكال حلوة جدا وتعمل لها أناليسيس. ممكن نقدر نختار أي جزء منهم. لاحظوا إنهم متقسمين أناليسيس وديزاين وإكسبلور. دي كل الاحتمالات اللي موجودة. ممكن نعمل بقى ايه تحليل مثلا لل او الدور اريا او للشمس بالشكل دوت او للنويز. او الفيو او الرياح. ممكن تقول له انا عايز تكون في الستاب وتبدا تقول له مثلا انا عايز اشوف الجزء دوت او مش الحته اللي انت مش عايز تشوفها تبدا تشيلها. ممكن نقول له هنا نخش بقى في الديزاين. هو في نوع من انواع الذكاء الصناعي الجميل. ممكن مثلا نبدأ نعلم على الجزء دوت ونبدأ ندخل نعدل فيه زي ما احنا عايزين. ممكن مثلا نيجي هنا ممكن نيجي هنا ونقول له عدد الأدوار خليها مثلا 12 بالشكل دوت. الستوري هاي قد ايه خليها مثلا 6 بالشكل دوت. بنعمل روتيت للمبنى، نعمل له موف لو احنا حابين. فتقدر تتحكم في شكل المبنى ده وشكل المباني اللي موجودة زي ما انت عايز. ودي الجي اف ايه الجروس فلور اريا، وهتبقى الريسيدنشال ولا هتبقى ايه. ممكن تدخل في مرحلة السكتش ترسم اللي انت عايزه. تقدر تصمم للحاجة اللي انت عايزها وتقدر تعدل وتقدر تقول له انا عايز ارسم باللاين او البول لاين زي ما انت عايز. ممكن نقول له اكسبلور. دي الحلول المقترحة. طيب أنا ممكن أفلترهم من خلال مثلا إن أنا أبدأ أقول له إن أنا عندي مثلا هنا عايز دول، فبيبدأوا يقلوا من كذا لكذا. لأ أنا عايزهم اللي يحقق لي المساحة من كذا لكذا. وأنا جي في إيه برضه ممكن أقول له لأ ده أنا عايز تفلترهم لي اللي يحقق دول. فيبدأ يفلتر لك الاقتراحات اللي موجودة بحيث مثلا دي اللي انت عايزها فتبدأ تختارها. تمام. وممكن تقول له انت بتفلتر لي انا مش عايز الشكل اللي هو المربع دوت. تبدأ تشيل الاشكال اللي انت مش عايزها فيبدأ يفلترهم لك ويجيب لك الحاجات اللي انت عايزها بالشكل دوت. ولو عندك حتة ارض وعايز تقسمها لاكتر من مكان ده هيساعدك كتير جدا في التقسيم. وهنا بيجيب لك برضو المعلومات عن التوزيع هيبقى عامل ازاي.